من صور الانحرافات العقدية، لا حد يزعل، من صور الانحرافات العقدية انه انسان يقول انا سلفي واخلاقه وتعامله وطريقة اخذه ورده مع الناس جاهلية ما هي سلفي، ويقول انا سلفي. اذا استدان من الناس ما يرد الدين، ما هي اذا مر بالناس عوام مساكين جفال بدل ما يحتويهم ويوجههم ويرغبهم يكشر في وجههم ويبعد عنهم ويرد عليهم السلام، يخليهم في ضيق ما يعلموا الا الله، ويعطي صوره سيئه عن السلفيه. من المفاهيم، مفهوم السلفيه كمان تغير. لذلك واحده مره سالوا الشيخ ابن عثيمين، قالوا له من يقول انا سلفي ويدعو الى السلفيه؟ قال الحزبيه وان كان السلفيه وان كان حزبيه ما تجوز، ما صح. ركز كلامه على قضيه السلفيه كاسم، لكنها في الداخل ايش؟ اصبحت حزب، وهذه خالف السلفيه. فهو انما انكر الحزبيه في السلفيه ولم ينكر السلفيه. السلفيه مفهومها تغير. انا اعرف بعض الناس لا يعرف من السلفيه الا الردود، الا الردود همه ليل ونهار، العلم عنده هو الردود. اعرف من السلفيه بس انه اذا جلس يتكلم عن فلان، يتكلم عن فلان بمناسبه وبغير مناسبه، يظن انه هذا هو السلفي. هذا ليس من منهج السلف. لا حد يضحك عليك، لا حد يضحك عليك، لا حد يحرف عليك الحقيقه. هذا ليس السلف، هذا ليس منهج السلف. ليس منهج السلف هو ردود، ليس منهج السلف هو فقط الكلام في فلان وعلان والكلام والسؤال. فعشان يثبت انه هو سلفي، عشان يثبت امامك انه هو سلفي، اذا جلس المجلس يتكلم عن فلان ويهرج عن فلان ويعلق عن فلان ويجيب الرد الفلاني. عشان يثبت انه طالب علم يجيب هذه الردود ويصورها ويعطيك اياها. هذا ما هو منهج السلف. اللي قال لك انه هذا منهج السلف ترى غلطان. منهج السلف اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. الرد في محله، والكلام في الجرح والتعديل في محله، والقيام بأمر العبادة والسلوك والمنهج في محله، وفي كل شيء له محله وله ميزانه. أما أنك تعرض السلفية بهذه الصورة وتبغى من الناس ما ينكروا عليك، فلا والله أنت شوهت السلفية، لا والله أنت شوهت السلفية. هذا غلط، هذا غلط. إلا يبغى السلفية منهج إصلاح ودعوة، اللي يبغى أنه إذا أخطأ الإنسان على طول يدمره ويكسره وما يخلي له منسى يرجع فيه للحق، هذا مو سلف. وإن قال أنا سلف، هذا مو سلف. السلفية رحمة. أعرف بعض أشياخنا ب16 سنة يناصح في المخالف ولا يعلن هذا ولا حد يدري عنه، رحمة. مو على طول كسر، لا، 16 سنة 10 سنوات يناصح ويتألم ما يستعجل. أعرف من أهل العلم أن يصنع هذا. فاللي يظن أن الردود وأنه الكلام في فلان وفلان وفلان وإسقاط فلان وكذا ونحو ذلك بدون أن يكون لديه توازن وتعلم للعلم على وجهه وأخذ الأمور بطريقتها الصحيحة، ترى ما هو سلفي. وإن جلس من الصبح لليل يقول أنا سلف، إن جلس يردد آيات وأحاديث من الصبح لليل. الخوارج كانوا يرددوا آيات وأحاديث، هو خارجي باسم سلفي، لأنه هذا من صور الخروج على الجماعة الإسلامية، هذا من صور تشويه السلفية. اللي يجلس ما له هم إلا الكلام في فلان وفي فلان من الدعاة اللي خطأ أخطأوا وما يزن الأمور بميزانها. هل في احد سلم من الخطا؟ ما في احد، كل ابن ادم خطا. الله عز وجل مع الكفار يقول لا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا. لما انت تتعامل مع الخطا من هذا الشخص كانه كافر، كانه خرج من المله والدين، هذا عدل؟ كل شيء حطه في ميزان. ولذلك هؤلاء اندهشوا لما احد المشايخ الكبار يتكلم عن خطأ فلان، ثم بعد شهر شهرين يقول ما في مانع اسمعوا له. كيف خطأوا هنا وهنا يقول كذا؟ ايوه، هذا عالم، هذا فاهم.
هذا فاهم، هو يريد يستألف هذا الرجل ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة، وفي نفس الوقت تكلم عليه بقدر الخطأ اللي أخطأ فيه ورزه وبين له الصواب ويرجو إن شاء الله أنه تقبل هذا الصواب وخلاص، بلاش إحنا نزيد الفجوة، نحاول نستألفه. ترى يا جماعة حتى السلفية من المفاهيم اللي انحرفت عند بعض الناس، ينبغي الانتباه إلى هذا.